types of stem cells عندي ثلاثة أنواع من الخلايا الجذعية، خلايا جذعية جنينية embryonic stem cells، وعندي خلايا جذعية بالغة embryonic adult stem cells، وعندي النوع الثالث هو خلايا جذعية محفزة، خلايا جذعية متعددة القدرات محفزة induced pluripotent stem cells أو نسميها IPS. IPS embryonic stem cells during days 3 to 5 following fertilization and prior to implantation. The embryo at this stage called a blastocyst. يقول خلال من 3 إلى 5 أيام بعد fertilization، يعني بعد الأخصاب، هذا الزيجوت، هذا الأخصاب، بعد الأخصاب هذه من هنا تبدي من المريضة، هاي بعد الأخصاب زين. وده يقول لك قبل عملية الزرع implant، يعني هذا فعل يزرع من كلمة plant نبات، فimplantation يعني عملية الزرع، عملية الزرع، عملية الزرع وين تصير؟ بالفيترو، هذه هسه هنا من هنا من البلاستيست راح أسوي الimplantation خارج جسم الإنسان، تمام، سوى عملية الزرع يعني حطها بوسط زرعي، تمام. من أخذ الخلية، أخذ هاي pluripotent cells من يا خلية وسوى عملية زرع؟ أكيد من blastocyst، تمام. يقول لك قبل عملية الزرع، هذه هسه عملية الزرع هنا أنا، أو خلينا نقول هنا أنا دا تصير، فقبل عملية الزرع هي blastocyst، وبعد الأخصاب دا يقصد البلاستيست، يعني دا يقول أكو خلية دا تكون من 3 إلى 5 أيام بعد عملية الزرع، يعني قبل العفو عملية الزرع وبعد عملية الأخصاب، دا يقصد هذه البلاستيست، لأن هي دا تكون بعد عملية الأخصاب، لأن هذه الأخصاب صار بعدين انطاني ميرولا بعدين انطاني بلاستيست. بلاستيست هسه من أطب هذه المراحل دا يصير عملية زرع، وقبل عملية الزرع هاي الخلية يسمونها بلاستيست. contains هذه البلاستيست، راح هذه البلاستيست راح تحتوي على طبقة من الخلايا اللي هي هذه، هاي يسمونها inner cell mass. هاي inner cell mass راح تتميز إلى كل أنواع الخلايا اللي موجودة بجسم الإنسان. contains an inner cell mass، تمام، يعني كتلة موجودة في داخل الخلية، تمام، كتلة موجودة في داخل الخلية. شنو هاي الكتلة؟ مجموعة من الخلايا، تمام، والباقي بالبلاستيست هو عبارة عن أغشية. المهم هاي الانر سيل ماس that is capable of generating all these specialized tissues that make out the human body. حتكون هاي الانر ماس سيل، العفو انر سيل ماس، الكتلة داخل الخلية، راح تكون قادرة على إعطاء كل أنسجة الجسم اللي راح تبني جسم الإنسان. Embryonic stem cells are derived from the inner cell mass of an embryo. يعني من ناخذ هالembryonic stem cells من البلاستيست، لأن هو ده يقول هي تشتق من الinner cell mass. Inner cell mass وين موجودة؟ هاي الكتلة داخل الخلية، موجودة بالبلاستيست اللي هي هذه، سواء كتلة داخل خلية البلاستيست. That has been fertilized in vitro. تم تخصيبها وين؟ يعني خارج جسم الإنسان، فيسمونه in vitro يعني خارج جسم الإنسان، وخارج جسم الإنسان بالمختبر. And donated for research purposes following informed consent. يقول وراح يتم التبرع بها فقط لإجراء البحوثات، الأغراض العلمية أو أغراض البحوث العلمية، ولازم شنو؟ لازم يتبعها موافقة، يعني يتم الموافقة على هذا الغرض أو هذا الشيء أو هذا العمل اللي راح يسمونه على هذه الخلايا الجذعية، تمام، يلا يقومون بهذه البحث، يعني هذا هيجي هاي مال following informed consent، كلام هيجي. These pluripotent stem cells have the potential to become almost any cell type and are only found during the first stages of development. يقول هذه pluripotent stem cells اللي هي من هي اللي هو يقصد هذه embryonic stem cells اللي هي inner cell mass راح تكون عندها قدرة على انه
تكون أي نوع من الخلايا تقريبا تمام and are only found during the first stages of development هي من هي أول مراحل النمو أول مراحل النمو هذا ectoderm, mesoderm, endoderm راح تكون هنا موجودة embryonic stem cells تمام اختفت الاكتوديرم كلها تحولت الى يعني انسجه في جسم الانسان وكذلك المسو وكذلك الاندوديرم كلها تحولت الى طفل يعني الطفل هذا انولد انتهى بعد ما عدنا embryonic stem cells كل اللي تبقى بعد الولاده كلها adult stem cells